نستعين مشاهدينا متابعينا الاعزاء عبر قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين، حيث الانطلاقات وحيث التحديات وحيث التميز. هنا مع سن القاية الذي انطلق في صباحية هذا اليوم وشوطنا الثامن ايضا يسير في هذه اللحظات، وتسير الجعدان المهجنات في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. إذن المركز الأول والصدارة هناك. هناك بالمركز الاول وبالصدارة يتقدم بقنيم على المركز الاول وعلى الصدارة للشيخ عبد الله بن حم العامري، هو بالمركز الاول وهو بالصدارة، بينما المركز الثاني فيتواجد في هذه اللحظات متعب. هنا راشد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري المتواصل هنا على المركز الثاني والمقدم لنا هذا الاسم، بينما المركز الثالث والوصول من مولع هنا بالمركز الثالث وسهيل بن سعيد بن حمرور العامري، اما رابع المراكز فالتقدم في هذه اللحظات والانطلاق في هذا المسار ليتواجد مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهازري، وصل هنا على المرتبة الرابعة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، بينما خامس المراكز فالتواجد من شاهين حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، والمركز السادس الوصول والتحرك ايضا من هملول سامي بالحمدي بن سالم الدرعي الواصل على المركز السادس وسابع المراكز. هناك رصاد خليفة بن سالم بطبيعة الاكتبي، واما المركز الثامن فالتواجد من دابان سالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري، والمركز التاسع والوصول من هذه الاسماء المتقدمة من براق وسعيد بن عامر بن حمد النياتي، وصل في هذه اللحظات وتقدم ضمن الاسماء المتقدمة، وعاشر المراكز الفاتن عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني وصل على عاشر المراكز، ولكن مولع بالمركز الاول، غير الى الصدارة، غير الى المقدمة، الى المركز الاول ليتواجد بالمركز الاول بقيادة سهيل بن سعيد بن حمرور العامري، هو بالمركز الاول وهو قائدا لهذا الجموع، ولكن المركز الثاني والوصول من ثاني المراكز والتقدم في هذه اللحظات من شاهين حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، وبينما المركز الثالث والتغيير على المركز الاول في هذه اللحظات من الشقب عبد الله بن صالح بن سعيد المري، الله 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 الله، والوصول ايضا وصل رصاد وتحرك في هذه اللحظات خليفة بن سالم بطبيعة الاكتبي، وايضا الواصل هناك الطاقي محمد بن سهيل اليبهوني الظاهري، وصل مع طيارة اليبهوني في هذه اللحظات الواصلة هناك من مطار السويحان لتحط هنا في هذا المطار مطار الوثبة. إذن التحدي جميل والانطلاق مميز، والشقب هو من سيطر في هذه اللحظات وتقدم بالمركز الأول عبد الله بن صالح بن سعيد المري، بينما المركز الثاني بينما التواجد في هذه اللحظات الطاقي 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 وصل في هذه اللحظات وتق الطاقي في هذا المسار، ومحمد
الاسد بن السهيل اليابوني الظاهري. ولكن التغيير شاهين من غير الى المركز الاول، وصالح بن حمد القمره هنا بالمركز الاول يغير الى الصداره. يتقدم هذا الجموع مع الكيلو المتر الاخير الذي تخطيناه في هذه اللحظات، وعبرنا هذا المسار ليتقدم القمره، وروح يا مالك شاهين. انفرد بالمركز الاول، انفرد بالصداره، انفرد بالمقدمه. هذا هو الرقص الجميل، هذا هو الاداء المميز مع شاهين. يا شاهين هنا صالح بن حمد القمره بالمركز الاول وبالصداره، وهي هذه اللحظات الجميله مع ال 400 متر الاخيره. يتصدر هذه الاسماء وينطلق بالمركز الاول، يقادر بالسلامات، يقادر بالانجاز، يقادر بالناموس. هناك بالمركز الاول، والسلام سلام عليكم يا اهالي الشحانيه، يا اهالي دوحه الخير، ويا اهالي دوله قطر الشقيقه على هذا الانجاز وعلى هذا التميز. تهانينا والناموس المالك شاهين صالح بن حمد القمره. بينما المركز الثاني فوصل في هذه اللحظات هناك هناك وصل بالمركز الثاني، وتقدم الحذر محمد الراشد بن حمد الدرعي. والمركز الثالث فوصل مناور سالم بن خليفة السيود الدرعي. والمركز الرابع فوصل فيه هناك على رابع المراكز حاملا رقم 25 كفو محمد بن خويتم بن مخيت بن خويتم العامري. والمركز الخامس دخول جماعي. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شهدنا هذا التحدي وهذا الانطلاق، ومن فاز بناموس هذا الشوط هناك شاهين صالح بن حمد القمرة. هناك والتوقيت الزمني 7:41 وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الملك شاهين صالح بن حمد القمرة بين والتوقيت الأفضل يتسجل تحت أقدام شاهين. تهانينا والناموس الملك صالح بن حمد القمرة. بينما أصل على ثاني المراكز الحذر محمد بن راشد بن حمد الدرعي مسجلا توقيت وقدره 7:46 في الوفاء والتمام والكمال. بينما المركز الثالث في الوجود هناك من مناور سالم بن خليفة السيود الدرعي. والتوقيت الزمني عطنا يا مخرجنا الحواري توقيت المركز الثالث. هذا المركز الثاني مخرجنا عطنا المركز الثالث هو 7:46 في الوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.